سيريني قلت كذا مرة وصرحت انه فضل يكون عندك بيبي واحد وتربيه منيح. صح؟ بيبي واحد؟ لا مش بيبي واحد، يعني كانوا كلهم يسألونه بحب العائلة الكبيرة، قلوا انه ما بتفرق عائلة كبيرة ولا صغيرة، مهم كيف بدي ربيهم. يعني كثير بهمني انه اذا انا قادرة ماديا انه اجيب 4 اولاد واعلمهم كلهم باحسن مدارس وما يكونوا محتاجين لشيء بحياتهم، ايه بجيب 4 وبجيب 5، بس اذا مش قادرة ماديا مثلا انه انا اجيب 4 اولاد واعيشهم محتاجين اشياء، لكن انا من كل شيء صاير معي بحياتي بحس انه مع اولادي. طيب شو صار معك؟ نحن مثلا كنا نحن جيل حرب، يعني الحرب بتعرفي قديش بلبنان، يعني يعني نحن بس اعطيكي اكزامبل، يعني اعطيكي مثل انه نحن بيتنا هبط شي 3 4 مرات والبابا رجع مثلا انه انا لسه عم بطبخ واسست الطبخ كله لسين انه هي طبخها الفضاء. لا انت رح ندوق بعدين، ما فهمت يعني. يا شفتوا بس الاكل قد ايه انه بده يكون طيب، ريحه طيبه، منظره كمان، شوفوا الديكور. هلا لازم تشرحوا لنا، وين الكاميرا فرجي شوفوا. انا بحب كثير شكل الاكل. هو اذا اشرحي لي، انا بعرف انه وليد ما بيحب هذه الاكله، وليد زوجها لهو. لا بحبها، بس قال لي بتعرفي حالك صراحه شو قال لي؟ قال لي بلا قلتي اكله بلدي اكثر من هيك بتطلعي فيها على التلفزيون. قال لي ما قالي تقعدي اقعدي تعبناكي صار لك ربع ساعه واقفه. لا وليد قولي لي هاي شو بتختلف عن المقالي العاديه؟ لسه وليد ما كان حابب هي بعدها برزنتيشن طريقه تقديمها وهيك اسهل، يعني عادة هي اكلة المقالي اكلة شعبية كل العالم بتعملها، بس انا بعملها بهالطريقة لحتى اكلها لانه بحبها كثير، بحطها بالعزايم عندي، بس بتكون مرتبة مو بلدي. يعني لازم نفهم حتى في الاكل لازم ايه تمام. العين بتاكل قبل هلا انت بتعرفي انه الاشياء اللي بختارها بالاكل انا بختارها احطها بالوانها، يعني انا مثلا حاطه الفلفل الملون يطلع شكلها حلو. اي ليكون في قلب. عشان هيك تضايقتي من البقدونس. تمام البقدونس اخضر كان بدهم اخضر. بتعرفي شو كان بدها بعد؟ انه بتعرف التراتور الطحينه؟ التراتور الطحينه هيك بحس انه معه كيف. انا عاده بحطها بالنص عشان اللي بده بحط منها. فانا لما بكون عندي عزيمه بجد بختار الاكلات حسب الالوان. يعني بقول مثلا طاولة ناقصة هذا اللون، فبعمل الأكلة لونها هيك يعني. فأنا موضوع الأزياء مسيطر على حياتي. هو إذا أنت كنت معانا سيرين كانت بتخبرني إنه تعلمت الطبخ من الوالد ومن الوالدة، مين علمك طبخة؟ تعلمت من الوالدة الله يرحمها، قديش أثرتي فيها؟ لا ماما كانت الله يرحمها معروفة إنه طبخها كثير طيب، بس أنا تعلمت الطبخ بعد ما تزوجت. ومشان هيك الصحة بتاعت ما تدوق. فتدوق هي طبخات؟ لا انا كثير بحب الطبخ، فانا هلا بتصيري بعد فترة هلا انا جبت كثير كتب، تعلمت كل مطابخ، يعني كل انواع الاكل بطبخها، بس هلا ما عاد في حاجة اني اجيب لك كتاب ولا شيء، يعني اي اكلة باي مطعم بدوقها خلص بعرف كيف معمولة. بقدر بعملها يعني. انت كله بتشتغل بعض يعني. قال لي بصلة حطي ملح وزهار، قال لي اللحمة حطي معجون الطماطم. لك تقدم بروجرام اسمه صحة تحتين ثلاثة. يعني الوقت معجون الطماطم انه انا يعني معجون لنا. بتفهم علي تقولي معجون طماطم. شيرين انا برجعك شوي للحرب. يعني سوري انا حابه جو الضحك بس خبريني الحرب لبنان شو اثرت فيكي انت كسيرين؟ اثرت فيكي انت قاعده تقولي على شيء قطشنا الطبق الحلو اثرت كثير طبعا اثرت كثير لانه الطفل مرحله حياته لازم تكون عايشه بسلام لحتى هذا الشيء بياثر على نفسيته لما يكبر يعني ليكون هو مبسوط بحياته يعني تخيل ان احنا معظم حياتنا كاطفال عشنا بالمخبى يعني تحت الارض كرمال ما يجي علينا ازايف وما يجي علينا يعني اشياء شظايا وهيك وكثير ناس يعني تاذوا حتى تيتا انا انصابت بالحرب ولهلا عندها مشكله باجرها من ورا الموضوع اكيد بياثر. شوفي انا بحس انه السنه هاي ان شاء الله رح تكون سنه خير على مش لبنان بس على العالم العربي كله ان شاء الله ان شاء الله وما خلص فينش ما عدنا بحروب ولا نبي مآسي من جد احنا العالم كله تعب من مناظر الدم والحرب انه خلص شو بدكم تحضروا بالاخبار؟ 100 واحد مات هون وثلاثه انخطفوا هون وما هي الاخبار صارت انه ما بقى في شيء حلو واحد في في اكل حلو يلا في اكل حلو هو ايه ده زوجك وليد بيتدخل في الاكل بيتدخل كمان في تصاميمك؟ لا ما بيتدخل في التصاميم بس باخذ رايه كثير
وليد هو أكثر شخص شجعني أول ما بديت بشغلي، أكثر شخص كان له لإلي يعني كان داعم لإلي بشغلي، ولو ما كان هيك ما كنت قدرت أعمل شيء، لأنه لما تكوني مجوزة إذا زوجك ما هو واقف معك بتعرف يعني ما فيك تعملي شيء يعني. يا يعني انت مثلا يا انا طبخت انا بس انا اسفه انا اسفه انا اسفه تفضلي شفتي تفضلي اعطيني انا تفضلي اعطيني انا هلا صحتي حلوه هلا جودي وماجد بزعلوا في البيت وماما عم بتعمل ميكب ما عم ما جابت لنا على البيت كيف عايزين نجمع صحة وهلا حبيبتي تدري شو يعني لا تزعبري شو يعني زعبرة الا ما تزعبري اي شو يعني زعبرة يعني ما تغشي هو هذا لا تزعبري لا والله ما تكرهي الغش كريم كثير غشيتي شي مرة تفضلي شكرا انغشيت شي مرة ليش ما في شك هلا انه هيك تقيا لا 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 اربعة على هيك رح تغشي انت يعني لا 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 فيك مبسوطه اوكي لا ليك ما في شك انه العالم ما فيه العالم مش لونه زهر يعني في ناس منيح وفي ناس مش منيح هلا ما بتكوني باول عمرك وما بتعرفي كثير شو جدك انا ما بتعرفي كثير العالم وما يكون عندك خبراتك بالحياه قطيع انت خبراتك بالحياه اكيد بتنغشي ما بتتعلمي يعني بيكونوا عم بيساعدوكي لتتعلمي انه كيف كفي حياتك وتعرفي مين المنيح ومين مش منيح بس ما بعرفي هو اذا تعاملتي مع ناس مناح وناس مش مناح اذا حسيت ان حدا عم بيحاول يزعبر مثل ما بتقول كريم يزعبر انا حابه الكلمه يزعبر ايه لو حسيت ان حدا بيحاول يزعبر معك ويخدعك شو بتكون ردة فعلك؟ انا بعرفها بس الناس ما بتعرفها لا حسب الحدا وقرضه مني إذا حدا قريب منك مثلا شو بتعملي؟ إذا قريب مني بحكي بكل صراحة، إذا ما هو قريب مني بعمل حالي ماني منتبهة وبس بكون قاسية حذر يعني. إيه أنا بكون قلقت الحي إنه أنا منتبهة. كل أجل كل العالم وجربته بين العالم إنه هذا انتبهوا منه. لا أنا بلاقي إنه لما بتكوني أنت الموقف إذا أنا موقفي يعني موقفي صح لما بكون صريحة. فاذا حدا قريب مني بحس عليه بحكي له بكل صراحه وبكل وضوح وبرواق طبعا بس مثل ما قلت لك البعاد عني بعمل حالي مو منتبهه يعني ما اليوم معي يعني اليوم امراتين ناجحتين على مستوى الشغل واكيد على المستوى الشخصي بس ما في انسان ما بتعدي حياته محطات فشل مين حابب يقول لي الاول عن محطه فشل المته وشو كانت؟ انا ما بعترف بالفشل لانه حتى النجاح بهدف بتحول الفشل لنجاح ايش تكتبها فيه انه عرفتي انه هذا مش فشل هي زقت اجر مثلا زلي يعني شو بيقولوا زلت اجر شو بيقولوا زعتيني بالعربي يعني بتحسي انه شو كان سؤالي؟ عن الفشل كيف الفشل اثر فيك بحياتك قررت انك تحوليها لنجاح؟ بحس انه اكيد كثير اوقات بتكوني حاسه انه مثلا كان قلنا نعطي اكزامبل انه الالبوم هذا لازم انه انا كثير مقتنعه فيه لازم ينزل العالم كلها تحبه، ايه انه بتحسي انه العالم بتنتقد مثلا انه كم شغله فيه او اللحن او هيك، فانت ساعتها هون يعني بتقولي اوكي هذا انا فشلت شوي بس انه تقولي فشلت وكلمه فشلت كثير يعني معنوياتك عرفتي بتنقلبي ايه بتحبطي مش هيك بقول انا اوكي غلطت هون عملت انه هون خطوه ناقصه بس ما بعترف بالفشل فشل هلا في عندك من ناحيه مهنيه ومن ناحيه اجتماعيه